السلام عليكم. هو ايه الفكرة لما الام بتلبس بنتها دهب وتنزلها بيه في الشارع؟ ايه الفكرة لما كل ام تمسك بنتها الصغيرة اللي ما كملتش سنة او سنتين او ثلاثة، حتى مثلا لو وصلت لغاية 12 سنة 13 سنة، وتلبسها الدهب في ودنها وفي ايديها وفي كل مكان فيها؟ ايه الغرض من حاجة زي كده، او ايه الفكرة من حاجة زي كده؟ ايه الفكرة ان الام تلبس بنتها الدهب وتخليها تنزل في كل مكان وتروح وتيجي وهي لابسة الدهب ده كله؟ هي مش حاسة ان في اكتر من ذئب بشري موجود في المنطقة؟ مش حاسة برضو ان في اكتر من انسان غير سوي موجودين في المناطق اللي هي حواليها؟ ولا كل الناس ملايكة دلوقتي واصبحت كل الناس مفيش زيهم؟ طيب، هي ببساطة خالص، ام اتعودت ان هي تلبس بنتها الدهب في صوابعها، في ودانها، في ايديها، حتى الانسيالات الصغيرة اللي بتلبسها الستات الكبار بتلبس بنتها برضو الانسيالات الدهب في رجليها. البنت اتعودت على طول تلبس الذهب وتخرج بيه في اي مكان، وهي نازله من السوبر ماركت تشتري حاجه وهي صغيره، عندها بالظبط 8 سنين، تنزل من السوبر ماركت لابسه كل الذهب ده، نازله عند جيرانها نفس الكلام، نازله تلعب قدام العماره برضو نفس الكلام، نازله تتحرك في اي مكان نفس الكلام. هي الفكره ايه؟ وجود الذهب ده كله في البنت الصغيره برضو ليه؟ البنت الصغيره دي بتبقى مطمع لكتير قوي على فكره. ناس كتير قوي بتتمنى ان حد ممكن ان بتاخد مثلا حلق دهب صغير، بالرغم ان حلق الدهب ده مثلا ممكن ما يتجاوزش ثمنه عن 600 700 جنيه، ولكن بيبقى مطمع عند ناس كتير قوي. ممكن بتحصل اكتر من جريمه قتل بسبب حاجه زي كده، وياما عملنا قضايا بسبب الموضوع ده، وياما سجلنا قضايا حصلت فيها قتل وخطف اطفال صغيره، تحديدا بنات صغيره يتخطفوا علشان يتسرق منهم القرط او الذهب بتاعهم او الحلق الذهبي اللي بيبقى بيلبسينه في ودانهم. ممكن الحلق ده يبقى اداه لجريمه قتل محدش ياخد باله منها. الام ممكن تبقى مبسوطه ببنتها او فرحانه ببنتها الصغيره، ولكن مش قادره تستوعب لقدام ان ممكن تحصل لها مشاكل بسبب الحلق الذهب اللي هي لابساه البنت الصغيره. اخر جريمه واللي حصلت بسبب فردة حلقة، حتى الفردة التانية ما لحقتش الست تاخده، وكانت جارتهم في احدى المناطق الشعبية في القاهرة. البنت ماشية، الست استدرجتها بحجة ان هي امها التانية او جيرانها، والبنت الصغيرة اللي عندها 8 سنين تعرفها. البنت دخلت معاها البيت، وبعد ما دخلت البيت مختصر الكلام الست فطستها بالمخدة وقتلتها، وبعد ما قتلتها سرقت الحلق. جاية تاخد الحلق الاولاني اخدته، ملحقتش تاخد التاني. اول ما سمعت صوت في بير العمارة او في مدخل السلم، لانها في الدور ارضي، على طول راحت مغطية الجثة، والناس طلعت دخلت بيوتها، خافت بعد كده تكمل الموضوع وتاخد الحلق التاني، دخلتها فوق العمارة وحطت عليها بعض الحاجات علشان تخبيها، وقررت ان هي تخفي الجثة اخر الليل. على طول الام استوعبت ان البنت اتأخرت عليها بتجيب طلب صغير ورجع المفروض ترجع على طول. اتعودت البنت الصغيرة في المناطق الشعبية انها تخش من مكان للتاني للتالت، ام محمد وام احمد وام سيد وام خالد ايا كان، كلهم امهاتها، ولكن للبنت الصغيرة امها هي السبب عودتها على حاجة زي كده. ولكن البنت اتأخرت زيادة عن اللزوم. لما اتأخرت بدأت الأم تنزل الشارع وتدور عليها، بدأت لهفة الأم تبان في الوقت ده. على طول الجيران كلها كانوا واقفين مع الست مع الأم، كلهم بيدوروا على البنت الصغيرة، كلهم بيدوروا عليها على وعسى تكون عند حد من الجيران. اللي راح يسأل في الجيران، واللي راح يسأل في الأصحاب، واللي راح يسأل في كل مكان هي متعودة تروح فيه. آخر مكان راحته كان السوبر ماركت. على طول بلاغ لشرطة النجدة، النجدة جت. بعض ضباط المباحث على طول جم وبدأوا ان هم يفرغوا الكاميرات، بالرغم من اختفاء او اي اختفاء لطفل او طفلة او لاي حد لازم يبلغ عليه بعد 24 ساعة، لكن ضباط المباحث على طول في الوقت ده جم وبدأوا يفرغوا الكاميرات المراقبة اللي موجودة في المكان. وهنا بتظهر اهمية كاميرات المراقبة اللي متواجدة في كل مكان والتاني. ما علينا، ضباط المباحث لما جم فرغوا الكاميرات لقوا ان البنت فعلا كان اخر تواجد ليها في السوبر ماركت اللي كان بعيد عن بيتها بحوالي 50 متر، وبعدها اتحركت
من مكان لمكان، وقبل ما تخش البيت بتاعها دخلت في بيت الست جارتها اللي هي الفلانة الفلانية. دخلت البيت وحسوا ان في حد بينده لها من جوه البيت، لان البنت وهي ماشية كانت بتشاور وبتعمل حاجة معينة دلت على شيء معين. المهم البيت ده في الوقت ده ما بيبقاش فيه الا الست دي فقط لا غير، لان هي في المنطقة الشعبية ده هو البيت كله عبارة عن شقة في التانية، في يعني حاجة صغيرة خالص، والبيت بيت عيلة. المهم دخلوا على طول ضباط المباحث شافوا الدنيا. الست بالرغم من انها كانت بتدور معاهم في الصبح على البنت الصغيرة، وكانت بتصوت زي ما امها بتصوت، وكانت بتقول حرقة قلبي يا بنتي عليكي، نفس الكلام اللي كانت بتقوله الام على بنتها وهي مش لاقيها. ولكن ضباط المباحث لما بعد كده عملوا التحريات بتاعتهم، وبعد كده لما قالوا كلمتهم في الموضوع ده وان هنا لازم، المهم جابوا الست وابتدوا ان هم يضيقوا الخناقه عليها. الست وقعت وانهارت، قالت انا كنت بمر بمرحله مش كويسه ومرحله نفسيه مش كويسه، ومريت بمرحله ضيقه ماليه، الضيقه الماليه دي ما لقيتش قدامي الا البنت الصغيره بنت فلانه الفلانيه اللي بتلبس دايما ذهب علشان اقدر اسد الحاجه اللي كان عليها 300 400 جنيه، علشان كده قررت ان انا اخد منها الحلقه. على وعسى ان هي ما تاخدش بالها، ولكن البنت وانا بخلع لها الحلقه بدات ان هي تزعق، وبدات ان هي يبقى في مشكله. من هنا خفت لحسن اتفضح، ومن هنا قررت ان انا اقتلها. قتلتها، ولكن سبحان الله ما لحقتش توديها للمكان تاني اللي هو اخر الليل، لان المباحث كانت مترشقه في المنطقه الشعبيه في القاهره، كانت مترشقه في كل مكان، لغايه لما الست بعدها اعترفت الاعتراف الكامل. حتى اولادها ما صدقوش حاجه زي كده، جوزها ما صدقش حاجه زي كده. الست معروف عنها ان هي ست كويسه، ما عملتش حاجه زي كده ابدا، ولكن الشيطان غواها في لحظه ضعف، غواها قال لها هتقدري تسدي الدين اللي عليكي الصغير بدل وجع الدماغ بالحلق بتاع البنت الصغيره اللي يوازي 600 700 جنيه، تدفعي 300 400 جنيه الدين اللي عليكي وبعدها يحلها حلال. ما اعتقدش ان هي انسانة، وما اعتقدش ان هي برضو ام، وما اعتقدش برضو ان هي عندها اي ذرة من ذرات الانسانية، او اي ذرة من ذرات العاطفة. الام ما تعملش حاجة زي كده، ما اعتقدش ان هي اصلا ممكن نعترف بيها بلقب انسانة. المباحث عملت الدور اللي عليها، هنا بقى الدور على كل ام، والدور برضو على كل اب. بلاش تخلوا بناتكم هم الضحية في المواضيع دي، هم الصيدة في الحاجات دي. يعني لبسوهم دهب، محدش قال ما تلبسهمش، ولكن في المناسبات العامة ويبقى على عينيكو. ولكن تلبسوهم الدهب وهم رايحين وهم جايين، اللي رايحة المدرسة لابسة دهب، واللي جاية من المدرسة لابسة دهب، اللي رايحة النادي لابسة دهب، واللي جاية من النادي لابسة دهب، واللي رايحة السوبر ماركت لابسة دهب، واللي راجع منه برضو لابسة دهب، مش في كل مكان، لأن الناس الغير أسوياء كتير جدا في المنطقة اللي ممكن تبقوا عايشين فيها، ومحدش هيعرف حاجة زي كده إلا لما تحصل الكارثة. نصيحة ليكي ونصيحة له، خلي بالكم من أطفالكم لأن أنتوا هتتحاسبوا عليهم. ورأي حضراتكم في الست اللي بتلبس بناتها ذهب، وبرضو الراجل اللي بيلبس ابنه ذهب علشان فرحان بيه، حصر عليكم. السلام عليكم.